صدق من قال أن الإعاقة لم تكن يوما عائقا أمام النجاح والتفوق. الطفل عبد الحق من فئة ذوي الهمم يفتك المركز الأول في الجولة الأولى لتصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من طرف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين. أولا أشكر الأساتذة المقيمين على هذا المركز. ثانيا أشكر أمي وأبي لمساندتهما لي حتى الرمق يعني الأخير يعني في المسابقة هذه تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذين يعني قمت بواجبي يعني وحصلت على المركز الأول، يعني فرحة لا تعوض. المنافسة كانت قوية في وجود متنافسين من ذوي الإعاقة يمثلون مختلف مراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين. لاختيار ممثلي الولاية في المسابقة الوطنية المزمع إجراؤها شهر رمضان. إشارة انطلاق تصفيات قرآن، تصفيات مسابقة القرآن الكريم، وهذا لاختيار ممثلي ولاية سمسيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شاركت مختلف المراكز التابعة للقطاع، وهذا بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. هذه المسابقة التي يشرف عليها عدد من أبرز قراء ومشايخ تسمسيلت تأتي لتشجيع هذه الفئة على حفظ القرآن وإتقان تجويده مثلهم مثل الأطفال الأصحاء.